مع تزايد كميات الأمطار بفعل التقلبات المناخية، وزارة الموارد المائية أكدت خلال مؤتمرها الصحفي عن استثمارها لهذه الوفرة الجيدة من الأمطار لسد حاجة الأراضي الزراعية وملء الأهوار بنسب عالية، فضلا عن ملء خزاناتها في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، أمر وبحسب تأكيدات الوزارة سيبعد البلاد خطر شحة المياه التي أصابت بعض المحافظات الجنوبية. من بداية موسم الأمطار كلفنا كل مدير عام على محافظة، يعني وزارة الموارد المائية قسمت مدراءها كل مدير عام على محافظة وعنده كل الصلاحيات اللي يحتاجها حتى نستخدم كل جهودنا الهندسية في إنشاء أي شيء نحتاجه هناك، يعني إذا يحتاج إلى تقوية السداد، إذا فتح قنوات، فكل وزارة الموارد المائية الحقيقة منتشرة على كل العراق بآلياتها، بمدراءها العامين، بمهندسيها، بفنيها، بعمالها. مسؤولون في ذات الشأن أشاروا إلى حجم الوفرة المالية بالكبيرة خصوصا في الجهة الجنوبية الشرقية للبلاد، والتي تعد هي الأكبر من ناحية التدفقات المائية التي وصلت إلى سرعات كبيرة جدا. كل هذا يعود إلى طبيعة جغرافية الأرض وانخفاض مستوى سطح البلاد مقارنة بدول الجوار. لا يزال عندنا في بحيرة الثرثار بحدود 45 مليار متر مكعب ببعض طاقة استيعابية، وحتى قربها لذهنكم سد الموصل يعني يستوعب 10 مليار، احنا اليوم خازين بأكثر من 8 مليار متر مكعب، فتخيلوا تقريبا اليوم الثرثار ب 50 وبعد يستوعب 35 مليار متر مكعب، يعني 3.5 مرات بقد الموصل في كامل طاقة الاستيعابية. يعني لم يسبق، أنا المتحدث معكم يعني أكثر من 70 سنة عمري، لم أشاهد طيلة تلك الفترة منذ طفولتي أنا منك من البصرة، لم أشاهد هذه الحالة قطعا. هاي لأول مرة تحدث هذه الحالة بهالمديات العالية جدا، وهذا ما نسميه التغيرات المناخية. وفرة مائية وكميات كافية لمياه الأمطار أبرز ما كانت البلاد تتعطش إليه بعد عام من شحة المياه كانت قد وضعت أنهر العراق على شفا حفرة من أزمات حقيقية يصعب تداركها. ليبقى السؤال الأكثر طرحا، هل ستتمكن الجهات ذات العلاقة الاستفادة منها، أم إنها ستكتفي بالحد الطبيعي للخزانات والسدود تجنبا لانهيار بعضها المتوقع بحسب تعبير مراقبين؟ أمير خفاجي، المسرول، بغداد.